أهلا وسهلا بيكم. في فترة ما قبل انقطاع الدورة أو حتى بعد انقطاع الدورة بيحصل مع بعض الستات آلام كبيرة جدا، حكة، حرقان، آلام عاملة آلام حد عاملة زي النبضات كده بشكل ممكن تمنع الست من ممارسة الجماع بشكل طبيعي، حتى ممكن توصل بالست إن هي تعزف تماما عن ممارسة الجماع. الستات اللي بتستخدم التامبونز بيحصل معاهم ألم مش طبيعي. كل الأعراض اللي أنا قلتها دي بتمثل حالة اسمها الديسبرونيا. طيب الديسبرونيا دي موجودة وبتحصل. الانتروزا تحاميل مهبلية بتعالي جفاف المهبل وبتقلل من أعراض الديسبرونيا. طيب خلينا نشوف مع بعض النهاردة من جوه الصيدلية ايه هي بالظبط، بتشتغل ازاي واعمل ايه. الجسم بيفرز هرمون التستوستيرون وهرمون الاستروجين من الغدة الكظرية على شكل أولي، تبدأ تتحول في الجسم للشكل الأكتف منه. الاستروجين بيبقى مسؤول ان هو يمد بطانة المهبل بالدم وبالأغذية، فتخلي بطانة المهبل سميكة وفيها سوائل. السوائل دي بتقلل من الاحتكاك وتخلي فيه مرونة موجودة. طيب عقلة الهرمونات واللي بتحصل في مرحلة انقطاع الدورة بتقل السوائل دي بشكل كبير جدا، فبيبقى المكان جاف تماما، فأي احتكاك بيحصل بيسبب ألم مبرح. طيب أنا ليه بحكي لكم الحكاية دي؟ بحكي لكم الحكاية دي لأن الانتروزا هي عبارة عن DHEA اللي هو بيفرز بشكل أولي من الغدة القذرية لكن من مصدر نباتي. المادة الفعالة اسمها إيه؟ رابستيرون. بمجرد ما بستخدمها بتبدأ تتحول في الجسم الأكتف فورم من الاستروجين اللي بيبدأ يمد تاني منطقة المهبل بالدم والسوائل، فتبدأ تاني ترجع رطبة، فتبدأ يقلل الاحتكاك، يقلل الحكة، يقلل آلام اللي عاملة زي النبضات دي بشكل كبير جدا. طيب التحاميل دي تحاميل مهبلية بتستخدم تحميلة كل يوم قبل النوم، تستخدم لمدة 12 أسبوع وممكن الست تكمل عليه عادي مفيش أي مشاكل. لو جينا بصينا على عيوب الانتروزا هنلاقي إن هي من عيوبها إن هي بتزود الإفرازات المهبلية عند الست. الإفرازات المهبلية الطبيعية طبعا لو في إفرازات مهبلية ممكن يحصل إنفكشن ساعتها وممكن الإفرازات دي تتحول لالتهاب أو حاجة تانية، لكن ده مش الطبيعي. كل الستات ممكن تستخدم الانتروزا ما عدا الستات اللي عندهم تشخيص او اللي تشخصوا قبل كده بسرطان الرحم او سرطان الثدي لا يمكن ان هم يستخدموا. طبعا الستات اللي عندهم نزيف ما بيستخدموش الانترا روزا. طبعا لو احنا عايزين ناخد تأثير مضاعف للانترا روزا مع الستات اللي عندهم انقطاع الدورة يبقى احنا لازم نروح نشوف الفيديوهات، والفيديوهات احطها لكم في اخر الفيديو. ممكن نشوف الفيديوهات دي علشان ناخد المكملات الغذائية اللي ممكن ناخدها مع الانتروزا علشان تدينا تأثير مضاعف. بس كده الموضوع كان بسيط، تكلمنا فيه عن حاجة اسمها الانتروزا علشان تبقوا عارفين ايه هي الانتروزا وبتستخدم لإيه وبتستخدم مع مين. دمتم في نعمة، دمتم في صحة، دمتم في فضل من الله. أشوفكم على خير في حلقة جاية من جوه الصيدلية. لو عجبكم الحلقة ممكن تشيروها مع أي حد، الموضوع ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا جزيلا. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله إنك تعمل اشتراك أو سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه أول بأول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لأننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة. شكرا جزيلا. عمرو أبو بكر.